معانا سهام. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف فاطمه؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي، وانتي طيبه يا رب. انا متابعه حضرتك على طول وبنعمل اكلاتك وبنعمل حاجاتك الجميل. تسلمي، والله انتي اللي جميله وكلك ذوق. الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي يا رب. بس عندي استفسار بسيط كده هنقول لحضرتك. اتفضلي. المكوى بتاعتي بس يعني كانت بتحرق الهدوم فلزقت على المكوى، فحضرتك بس قولي لي. قولي. حاضر. عشان انا مريت بالتجربه دي قبل كده. بصي حبيبتي، هتجيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا يا سهام. بصي يا قلبي، الملح بتاعنا بتاع الاكل العادي جدا هتحطيه على ورقه، تكون ورقه كبيره كده او كرتونه، تمام، وتحطي عليه شويه ملح حلوين، وتجيبي المكوه بتاعتك وتبداي تعمليها فوق الملح، ماشي، وانتي مشغلاها كده تعمليها فوق الملح، فهتلاقي الملح عمل زي صنفره خفيفه كده وشلك بقايا الحاجات الملتصقه بالمكوه، وترجع تاني زي الفل ونظيفه جدا. وبعدين حطي فيها بقى شويه ميه بخل جوه نقول ايه المكان اللي بنحط فيه الميه يعني، وشغليها وكده وطلعي البخار بحيث ان الخل ينضف لك كل الرواسب اللي جوه كمان المكوه، تمام. انا بعمل كده بصراحه.